لمحبين سباق السيارات والمغامرات ينتظركم أكشن جديد في الكويت، وهي فعالية إكس فايتر التي ينظمها نادي باسل الصباح للسيارات والدرجات الآلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وأيضا وزارة الشباب. راح نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية مع ضيفنا سيف المطيري، مدير عام نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدرجات. حياك الله. الله يحييك إن شاء الله. حياك الله عبد اللطيف والأخت سؤال. يعني احنا اليوم حقيقه يعني سعداء في اللقاء معاكم اليوم، نشرح حقيقه يعني ان شاء الله باذن الله تعالى هذه الفعاليه اللي هي الثانيه لنادي باسل الصباح. ان شاء الله. اكيد يمكن كثير من الشباب يهتمون في سباقات السيارات ويحبون المغامرات والاكشن، هم البنات صاير عندهم هذا الحب للمغامرات. في البدايه خلينا نتكلم عن تفاصيل اكثر عن اكس فايتر في هذه الفعاليه، عباره عن شنو؟ والله ان شاء الله راح تكون اكس فايتر بيك فوت، يعني عباره عن سيارات البيك فوت الكبار، وزياده على ذلك ان شاء الله راح يكون عندنا العرض للدريفت وعرض للفري ستايل موتور سايكل، وعندنا فعاليات للاطفال حقيقه مع شاهين شو باذن الله تعالى، وراح يكون عندنا مفاجات حقيقه للجمهور اللي حاب انه يشوف يعني هذه الرياضه يعني بالصوت والصوره من داخل الحدث ويركب سياره الدريفتنج ان شاء الله باذن الله تعالى. فاحنا حابين انه يكون معانا، واللي حاب انه يعيش المغامره هذه راح نسمح له باذن الله تعالى يكون معانا. راح يكون ان شاء الله الوضع اكشن على قولتهم باذن ما الله يقولون. هذه الفعاليه صارت عندنا بالكويت من قبل مثل العروض ولا اول مره تصير؟ والله احنا يعني السنه اللي طافت كان عندنا عرض اكستريم، وحقيقه مع الهيئه العامه للرياضه مشكورين، ويعني كان حضور جدا طيب من قبل الجمهور ومحبين هذه الرياضه بشكل عام، وهي رياضه ترفيهيه حقيقه. احنا نخاطب من خلالها يعني جميع شرائح يعني الشعب الكويتي والمجتمع بان يكون يعني الرياضه هذه يعني ما هي بس رياضه خطره ولا شيء، لا بالعكس يعني رياضه تنشرون نوع الثقافه. نعم الثقافه يعني رياضه السيارات والدراجات في دوله الكويت بشكل قريب من الجمهور، ويكون يعني يعني يعيش المغامره حقيقه. نعم بما ان يعني هذه ثاني مره تسوونها اكس فايتر، اكيد في عروض زايدينها على الشو، اكيد في اشياء غيرتوا فيها، ممكن تكون ساعات تكون في اخطاء في الموسم الاول غيرت وعدلت عليه في الموسم الثاني، فشنو الشيء الجديد؟ والله احنا يعني الموسم اللي طاف كان السيارات الكبار البيك فوت كان يعني عباره عن القفز فقط، السنه هذه ان شاء الله باذن الله تعالى راح تكون سيارات يعني ويل، يعني لاول مره في الكويت ويل سيارات البيك فوت راح يكون على يعني على تايرين، وهذا ما صار في الكويت طبعا، وان شاء الله بالاول مره راح يكون في عندنا في شيء يعني فقره جديده هذه راح تكون ان شاء الله. زين هل المشاركين في هذه الفعاليه فقط من الكويت ولا في من دول عربيه ودول لا خليجي؟ احنا من دول مجلس التعاون الخليجي حقيقه يعني السنه هذه، وحابين انه يكونوا معنا ويشاركون معنا، والاخ صالح القفاري من المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله معنا، ومعه يعني عدد من يعني محبين هذه الرياضه من دول مجلس التعاون، وان شاء الله الفكره يعني انه يكون يعني حدث دهنا في مكبه ان شاء الله. يعني الشباب الكويتي مع الخليجي. السنه طافت كان في خليجيين مشاركين وكان بس كان في خليجيين مشاركين اضافه الى الفريق الانجليزي كان موجود عندنا، السنه هذه لا فريق من المملكه العربيه السعوديه. نعم استاذ سيف، يمكن شفنا من خلال الفيديو اللي قبل شوي انعرض دريفتنج، وما شفنا بنت في الكويت عندها هذه الهوايه اللي هي درفتنج، شفنا مثلا دراجات الاليه وغيرها حتى سيارات السباقات، لكن درفتنج شوي ما في عليه تسليط الضوء من البنات. في بنات مشاركوا معنا في الكارتينج، وفي بنات الحين شاركوا معنا بالدراج ريس في البحرين، وبالعكس احنا نادي باسل الصباح نرحب في الكل حقيقه، وان شاء الله باذن الله تعالى انه راح يكون عندنا في سباق الدريفتنج في تاريخ 20/21/2 مخصص للفتيات حقيقه، وان شاء الله تكونوا معنا ان شاء الله. بعد يعني ودي افوز بالدريفتنج بس اخاف يعني اجيب العيد الموضوع. استاذ ما راح تجيب عيد يعني، شوف من بدل ما بدينا عندنا البرنامج الاسرار الوحيده اللي تحب المغامرات تغامر يعني. والله اللي حاب يعيش المغامره هذه ويدش داخل السياره ويجرب يكون يعني ملاح او مساعد ممكن. زين في في يعني في تدريب قبلها في الحدث نفسه اللي راح يكون ان شاء الله معانا، راح يعني يصير عندنا يعني اختيار للناس اللي راح تشارك في العرض هذا،
ونحن ناخذ واحد من الجمهور او اثنين او ثلاثه فتكونين انت ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لا ان شاء الله اكيد. حلو. طبعا الحين في ناس وايد قاعد تتابعنا وقاعد يسالون من متى لمتى راح تكون هذه الفعاليه وين راح تكون؟ والله ان شاء الله باذن الله تعالى من الساعه 3 ان شاء الله، 3 عصرا ان شاء الله، الى الساعه 5:30 ان شاء الله. ممتاز. والايام؟ الايام يوم الجمعه ويوم السبت باذن الله تعالى. الجمعه الجايه والسبت. اي نعم ان شاء الله باذن الله. تاريخ 20 تاريخ 21. ممتاز. طبعا موقعنا احنا في الدائري السابع، طريق الدائري السابع باتجاه الجهره، اول محطه بنزين احنا موجودين هنا في حلبه الشيخ باسل سامسونج. حلو. نعم. هل الدعوه عامه للي يبي يشوف هذه الفعاليه ويدخل؟ والله احنا النادي اعتقد يعني ان النادي الوحيد في الكويت، كل شيء عندنا بالمجان، ما عندنا اي يعني رسوم ولا شيء، ندعو الجميع حقيقه للحضور ولمشاهده هذه الفعاليه، ونتمنى باذن الله تعالى ان تكون عندنا، طبعا احنا نتمنى ان تكون يعني مو موسميه، يعني تكون عندنا مثلا كل يعني كل 3 أشهر 4 أشهر، بس ما يعني هذه الامكانيات. نعم. وصارت عندنا موسميه حقيقه، يعني الموسم اللي طاف كان عندنا يعني الاكس تريم والسنه هذه اكس فايتر، فنتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى نستمر فيها ان شاء الله. وصلنا معك الختام، ولكن في سؤال ممكن وايد ناس ممكن يتساءلون عليه من ناحيه السيفتي، هل هناك في سيفتي حق عيالهم حق نفسهم اللي حابينهم يشاركون او يحضرون نفس هذه الفعاليه؟ طبعا احنا شعارنا انه يكون كل الفعاليات وتحت مظله الامن والسلامه، واحنا يعني بعد الله سبحانه تعالى متخذين هذه الاجراءات، ويعني ما في فعاليه جريناها في حلبه الشيخ باسل سالم صباح الا تكون في السيفتي اولا ان شاء الله. نعم. في الختام، في حلبه جديده قاعد تتم ان شاء الله ويتم تاسيسها. نعم. متى راح تنتهي ومتى راح يتم يعني نقدر نقول اقامه فيها الفعاليات؟ والله لله الحمد والمنه، يعني قبل كم يوم يعني رئيس مجلس اداره نادي باسل صباح الشيخ علي الفواز ووكيل الديوان الاميري عبد العزيز اسحاق كانوا في زياره للموقع حقيقه، وشاهدنا حقيقه صب الخرسانه، ويعني نشكر يعني بعد الله سبحانه وتعالى حضره صاحب السمو امير البلاد على الرغبه الساميه في انشاء هذه الحلبه لجمع الشباب تحت مظله الامن والسلامه ان شاء الله. طبعا العقد 14 شهر، لله الحمد ان 3 أشهر قضت من هذا العقد، ونتمنى ان شاء الله تكون في هذه نهايه السنه هذه ان شاء الله تكون عندنا حلبه دوليه لرياضه السيارات بشكل عام ان شاء الله باذن الله. قواكم الله وموفقين يا رب في هذه الفعاليه، وكل الشكر لك استاذ سيف المطيري مدير عام نادي باسل الصباح سباق سيارات والدرجات الاليه على وجودك معنا. طبعا احنا مستمرين معاكم. تفضل، حاب تقول كلمه خيره؟ الشكر موصول لكم. طبعا يعطيك العافيه وحياك الله. مكملين حوارنا انا واسار مع ضيفنا بعد الفاصل سيف عمر المرزوقي، وراجعين ان شاء الله.